تخيل بدك تجيب تابلت لطفلك، شاشة كبيرة، بطارية كبيرة، أداء لا بأس به، والسعر $100. أعتقد أنا لقيت التابلت المناسب لأطفالكم، خليكم معي. السلام عليكم أصدقائي، أنا سيزار وبرحب فيكم في قناة سيزار ريفيوز. أهلا وسهلا بالجميع وشكرا جزيلا لكل حدا بيعمل سبسكرايب، جزاكم الله خير. موضوع التابلت موضوع كثير طلبت أني أعمل مراجعات لكل التابلت الموجودة عشان الناس تقدر تختار، بس للأسف توفر التابلت يعني جدا ضئيل للأسف. وبعدين إذا بدك تابلت قوي وبتلعب فيه ببجي وبتشتغل فيه وكل الأشياء المناسبة للمواصفات العالية الهاي اند، عندك من هواوي حيكون الميت باد برو، وعندك من سامسونج الجالكسي التاب S6، وعندك طبعا الابل ايباد، والابل ايباد هي الاقوى الافضل والاغلى. لكن الناس بدهم مش يدفعوا هالقد مبلغ، بدهم يدفعوا مبلغ على قدهم على الاقل. يعني مع جائحة الكورونا معظم الناس حاولت تشبك اونلاين وتشتغل لاولادها بالمدارس عن طريق التابلت او التليفون، ففعليا بلشت الناس تدور على تابلت انه بس بدهم ابنهم يحضر الدروس، يتفاعل مع يعني المعلم بطريقة سهلة بأبسط طريقة ممكن. فبصراحة هواوي عرضت علي يعني هالحل السريع واللي سعره بصراحة مناسب للجميع. هذا التابلت هو هواوي ميت باد T8 من كبر الشاشة. لن تلعب عليه ببجي، هذا ليس لأنك تقوم كل أعمالك المتطلبة لأداء قوي، لا، هذا لابنك اللي في المدرسة، لأخوك الصغير اللي في المدرسة بده تابلت لحتى يكون فيه كاميرا يعمل فيها فيديو كول، لحتى يقدر يحل واجباته عن طريق هذا التابلت. هذا التابلت حقه $100، 70 دينار. أعتقد جميع قادر يدفع مبلغ أو المعظم قادر يدفع مبلغ ليشتري هذا الجهاز. فأنا اليوم بدي أحكي لكم عن بعض مواصفاته السريعة، وإذا عجبكم اشتروا. أنا بصراحة شايفه أنه مناسب جدا جدا لابني الصغير، لأنه هحكي لكم ليش طبعا هسه بالطريق. مبدئيا بالنسبه للتصميم هو تابلت بس مش ضخم جدا جدا، يعني ممكن يناسب الاطفال. حجمه 8 انش من اسمه T8، فالشاشه فعليا 8 انش. المبنى او جسم هذا الجهاز من البلاستيك، عنده كاميرا خلفيه، عنده كاميرا اماميه، عنده مدخل مايكرو USB، وعنده ازرار السماعه والصوت والباور على الجنب، وفي عنده مدخل هيدفون جاك مع سماعه من الاعلى. بشكل عام يعني كقال الاحساس بالجهاز ابدا مش رخيص، مع انه بلاستيك الجهاز جدا نحيف بالنسبه للتابلت 8.9 ملليمتر. اما وزن هذا التابلت 310 غرام، بديش احكي عنه ثقيل، ولكن انا بعتقد انه هاي الارقام مناسبه لهيك النسخه. والجميل في الموضوع هذا التابلت بيدعم سيم كارد، يعني ممكن تشتري سيم كارد تدعم 4G وتحطها بهذا التابلت وتكون عندك انترنت اينما تذهب، فهي برضو نقطه خليها في الاعتبار. زي ما حكينا الشاشه IPS LCD 8 انش، تعطينا 189 بكسل لكل انش، مناسبه بصراحه. يعني انك تشاهد محتوى مش افخم اشي، لا، بس هذا مناسب للعمل، مناسب لبعض الالعاب الصغيره. وتنسوش يعني سعر $100، يعني انت ما بدك تاخذ شيء فخم جدا. بالنسبه للاداء والمعالج حيكون هو من ميديا تك الهيليو P22. زي ما حكيت لكم الاداء مش سريع، الاداء ما بينفع للالعاب، بدك تنزل العاب تقدر تنزل العاب، ولكن العاب صغيره مناسبه لهيك جهاز. ممكن اللي هو العاب النينجا فروت مثلا، زي هاي اللعبه ممكن تكون مناسبه لهذا الجهاز، تلعب شده مناسبه برضه لهذا الجهاز. المهم الاداء مرضي عملي للفئة اللي انت شاري فيها، بس هيك خدها. اما تاخده وبدك تبلش تنزل وتروح سوشيال ميديا وتروح تصوير، يعني هذا الجهاز مش لهيك امور. هذا الجهاز معمول تحل واجباتك، تقرأ كتب هون بكل بساطة، تقدر تتصفح انترنت اكيد يعني من غير مشاكل، تقدر تنزل واتساب هون اكيد، تنزل فيسبوك نعم، ما في برامج جوجل، طبعا ما في برامج جوجل لانه هواوي حاليا ما في برامج جوجل، ولكن عمليا هذا الجهاز بهيك سعر مناسب. بس لا تنزل ببجي، انا يعني لا ببجي ولا كول اوف ديوتي ولا اسفلت 9، ما فيش داعي. بالنسبه للساعات التخزينيه عنده خيارين، اما 16 واما 32 جيجا مع 2 جيجا بايت رام. انا النسخه اللي عندي اعتقد 32 جيجا مع 2 جيجا بايت رام، بس عنده مدخل اس دي كارد، تقدر تحط هنا اس دي كارد تدعمها ب 128 256 لحتى تضبط امورك. الكاميرات كاميرا خلفيه 5 ميجا بكسل، كاميرا اماميه 2 ميجا بكسل. انا بس بستخدم راح استخدم الكاميرا الاماميه لما يكون في عندي فيديو كول بس، اما امسك اصور صور انسى هذا الموضوع، أنا أشيل المراسك. ميزات جانبية، هذا الجهاز عنده فتحة 3.5، يعني ممكن تشبك سماعاتك هون إذا ما عجبك صوت السماعة، وعلى الأغلب ما راح يعجبك صوت السماعة، فاشبك سماعاتك. هذا عنده بلوتوث 5.0 عشان تشبك سماعاتك. أما البطارية فهي 5000
ومئة ميلي أمبير. أعتقد إنه هاي البطارية على هيك شاشة جيدة وما في شحن سريع. فبصراحة بسعر $100 أعتقد إنه هذا الجهاز راح يعجب كثير من الناس. فإذا بدك تابلت وبهيك ميزانية وهيك سعر، خياري الأول حيكون التابلت هواوي ميت باد T8. يعطيكم ألف عافية، بتمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو. لا تنسوا تتابعوني على إنستغرام، بشوفكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء.